بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه اللي صابك؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ النظرة خرجتني من المدرسة وقالت لي ما ترجعش الا ومعاك ولي امرك. ايه سببه ده يعني؟ اتخانقت مع عيل زميلي في المدرسة. يعني هو عمل لك ايه ولا انت عملت له ايه؟ ما انت يا واد حصل ايه؟ بس بقى الو، اهلا ست فاطمه. موجود البيت يا حاج. الو، ايه يا فاطمه؟ خير؟ ازاي الكلام؟ مالكيش؟ ايه السبب؟ طب خليه يجيني على طول. مع السلامه. مش هروح الوكاله دي تاني، مش هروح. يعني ايه مانيش فاهم؟ انا بكرهها، مش عايزه اروح هناك. وده سببه ايه يعني؟ العيال بيعايروني بيها في المدرسه. ده قصر دنيا يا اخوي. هو حد من اللي خلفهم يطول يبقى في ضفر ابوك؟ يلا يلا يلا، غير هدومك دي اللي عامله زي ما تكون خارجه من بق كلب، زي ما ابوك مستنيك في الوكاله. يلا. طب ما تيجي انت معايا. انا بقى انا ولا ابوك بجلاله قدره؟ ايش جاب لي جاب ده؟ انا ما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض، وبعدين انا ورايا طبيخ مانيش فاضيه. يلا حبيبي، ربنا يهديك بدل يوم ما تضيع منك. بس انا ما بعرفش اروح لوحدي. هخلي عواد يوصلك. ماشي. طيب. هسيبك انا وارجع عشان سايب العمارة لوحدينا. ها؟ على اليمين على طول. طردوك ليه يا واد من المدرسة؟ الناس قالت لي ما ترجعش لو معاك ولي أمر. طلبت منك فلوس تاني؟ لا. يعني هيكونوا طردوك كده من باب للطاق؟ يا فهيم أفندي، أنت ليك عملت عاملة مهببة، ما أنا عارفك. غاوي مشاكل. أيوة يا حاج. تروح مع الواد ده المدرسة، تشوف إيه حكايته. بس يا بابا الناس قالت لي إنها عايزاك أنت. أنا مش فاضل الكلام الفارغ ده. فهيم أفندي هو اللي هيروح معاك. وبعدين هو بيعرف في الحاجات دي أكتر مني. بس يا بابا. يلا 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 يا عبد الوهاب يا ابني، احنا انا هروح معاك وهعرف ازاي اخليهم يدخلوك المدرسه. يلا بينا. بس يكون في علمك يا فهيم افندي، لو طلبوا اي بقشيش عشان يبيضوا المدرسه ولا يهببوها اقول لهم لا، انا مش هدفع ولا مليم. حضرتك ولي امر؟ ايوه يا فندم. حضرتك تبقى الحاج عبد الغفور البرعي؟ لا استهانم، انا السكرتير بتاعه. ووالده ما جاش معاه بنفسه ليه؟ والله يا فندم مشغول شويه. ايه؟ مشغول عن مصلحة ابنه؟ والله يا فندم هو ان كان عليه ما يتأخرش ابدا، لكن انت عارفه بقى انه راجل مهم وعنده اشغال كتيره واخده كل وقته. وعلى العموم يا فندم انا هنا بداله، اذا ما كانش يعني يضايق حضرتك. في الحقيقه الولد ده غلبنا فيه. المدرسه كلها بتشتكي منه. من جهه ايه يا فندم؟ من جهه اخلاقه. الولد ده مش متربي، بيمد ايده على زمايله، ابوه لازم يشوف له حل. أنا التلامذة عندي هنا في المدرسة ولاد ناس ومتربيين. الحاج بقى عبد الغفور مش إلا في البلد، ثم إنه ده أكبر تاجر في الوكالة، كمان صيته والناس كلها بتتغنى بيه. لو الكلام اللي أنت بتقوله ده حقيقي كان على الأقل دفع التبرع اللي طلبناه منه. دول كلهم 300 جنيه. شفتي بقى الكلام؟ إحنا لما جينا نقدم للولد في المدرسة دفعناه قد إيه؟ وإيه يعني؟ ما كل اولياء الامور بيدفعوا ولسه هيدفعوا. هي دي مش مدرسه ولادهم ولا يعني ايه؟ يعني ان الحاج عبد الغفور راجل حريص وما بيدفعش القرش غير في محله، ثم انه عمره ما ياكل مليم على حد. وعلى العموم يا فندم احنا تحت امر حضرتك. وعلى العموم بقى انا عايزاك تمضي لي تعهد هنا ان الولد ده يكون حسن السير والسلوك، لان بعد كده انا ما عنديش غير الرفض والفصل من المدرسه. سعادتك يا فندم ما يكونش عندك اي فكر، احنا نديها تعهد. سمعت النظرة قالت ايه؟ هترفدك، يعني هتبقى صايع ومالكش قيمة، ساعتها هاخدك في الوكالة تشيل الخردة، فاهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا عبده، هو خلاص مش هيعمل كده تاني، ده هو هيذاكر وهيبقى حلو، ده ان شاء الله هيبقى دكتور. دكتور ايه انت الاخرى؟ ليه ما يطلعش مهندس؟ انا عايز مهندسين في الوكالة عندي. لا انا مش عايزه اطلع لا مهندس ولا دكتور،
انا عايز ابقى لعيب كوره. يا مصيبتي السودا، مش قلتلك لعيب كوره؟ الواد ده مش نافع، مش نافع، مش نافع. علينا سرعة الليل كمان يا رب. ايه مالك؟ الواد عبد الوهاب خلع قلبي، مش عارفه ايه اللي بيجرى له ده. انت مدلعه زياده عن اللزوم، والكلام ده مش عاجبني. يا اخويا انت قصدك ما تعرفش اللي بيجرى له كل ليله. بيجرى لكل العيال، خصوصا لما يتعشوا ويناموا على طول. هو بيتعشى ولا بيدوق الزاد من اصله؟ ده عينه وصابته. بقول لك انت تشوف لنا حل بقى في الموضوع ده. جينا للكلام اللي ملوش لازمه. شويه شويه هتقولي لي نعمل له زار. انا هاخده من الجمعه ازوره اهل البيت. عداك العيب. اهو ده الكلام، زياره اهل البيت بركه. بس فاطمه اوعي تنسي تدعي لي بالجامد قوي. يا اخويا انت ناقص دعاء. سلام عليك. عليكم السلام. لا لا خليك انت، افتح باب الشقه البيت تستهوى. فوتك بعافيه. الله يعافيك. عوار انت عزفت يا عوار. ايوه يا حاج. الاسانسير ما بيطلعش ليه؟ الاسانسير فوق يا حاج. فوق بيهبب ايه؟ استنى شويه، الاسانسير مش فاضي. صوت مين ده؟ ما تتكلم يا بني ادم. اقعد هاتي بقى براحتك. ما قلنا لك الاسانسير مش فاضي يا اخي. هاتي. اما انك قليل الادب بصحيح. انتوا اللي فاتحين باب الاسانسير بسلامتكم تطلعوا مين؟ انت يا جدع، انت اللي كنت بتزعق من فوق. جاوبوا عليا الاول، انتوا مين ومعطلين الاسانسير باي صفه؟ مالكش دعوه انت، يا تستنى شويه تنزل على السلم. والله عارف تكونش فاكر انها عماره ابوك. بلاش قله ادب يا جدع انت. قله ادب؟ بس ليه بقى؟ انت عارف انك بتتكلم مين؟ ايوه يا حاج، انا بتكلم مين؟ انت عمار، انت عدول قاعد لي تحت وسايب لي كل من هب ودب يتصرف لي في العماره. هو حصل ايه بس يا حاج؟ فهمني البلاوي دول تبع مين؟ بلاش طولك لسان يا راجل انت. ابي حضرتك كلام ايه اللي بتقولوه ده؟ انت مش عارف بتكلم مين ولا ايه؟ ايه بكلم مين يعني؟ اه ده الحاج عبد الغفور صاحب العماره. فهمني مين دول وتبع مين؟ دول مع البيه الوزير. ايه الهوسه دي؟ مالكم في ايه؟ صباح الخير يا حاج. هيجي الخير منين؟ شوف صبيانك معطلين الاسانسير اكتر من ربع ساعه. جيت اعاتبهم طولوا لسانتهم عليا. ازاي الكلام ده؟ انتوا جننتوا؟ يا فندم ما حصلش حاجه، ده حصل بس السوء تفاهم. مش عاوز اسمع ولا كلمه. انا اسف يا حاج. عشان خاطرك انت بس انا حشت نفسي، غيري كان رماهم بره العماره. اصلهم معذورين ما يعرفوكش. اتفضلوا اتفضلوا زوروا على السلم. اتفضل يا حاج. لا ما تجيش، لا بعد حضرتك. لا ازاي؟ اتفضل. صاحب البيت صاحب البيت، ما احنا عارفين يا سيدي انك صاحب البيت. قال صاحب البيت؟ قال ده فتاوى من صاحب بيت ده. ما تاخذنيش، ساعة الصبح دي ساعة ضيقة، الكل عاوز يلحق شغله. ما انت عارف يا حاج، رجال الأمن كل همهم انهم ينفذوا التعليمات عشان ما حدش يعذبهم بعد كده. يا سيادة الوزير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربك أما بيريد يحفظ بني آدم ما فيش مخلوق يقدر يأذيه. ده العين عليها حارس يا راجل. Thank you.
يا رب يا رب عيلي ما بيفرحش يا رب. عايز عيلي يفرح زي بقية العيال. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي عبد الوهاب. ما شاء الله ما شاء الله. اسم والدك ايه؟ عبد الغفور. السلام عليكم. يا سلام. عليكم السلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الواد تعبان يا سيدنا. ما تتأخذنيش في الكلام يا ست انتي، انتوا اللي تعبينه. ابنك لازم يعرف طريقه بنفسه، محدش يضايقه منكم. يا سيدنا الواد مش مفرش زي بقية العيال كده وجاياله مصدم من المذاكرة، ده بيقول متخسس بالليل. معلش معلش، ابنك إن شاء الله هيعرف طريقه بنفسه، سيبوه يدور عليه. أنا لا حدايقه ولا هاجي ناحيته، هو حر. لو عاوز يتعلم ويبقى كويس هو حر، مش عايز يتعلم برضه هو حر. بلاش كل شوية تقوله هشغلك في الوكالة ولبسك الجلابية. لا إله إلا الله. محفوظ ابن الحاج سردينة ألف رحمة ونور عليه كان في عمر ابنك وبيروح يقف مع أبوه في الوكالة وتعلم أحسن علام. ملناش دعوة بحد، خلينا في نفسنا، كفاية اللي ابني فيه. فاطمة أنا خايف من دلعك للواد ده. ما تنسيش احنا خلفتنا كلها بنات، وعبد الوهاب هو اللي هيشيل عني. يا اخويا احنا فين والكلام ده فين؟ ابنك على ما تربيه. بقول لك ايه، الشيخ قال ما حدش يضايق. انا عارف طلع لنا منين الشيخ ده الاخر، الشيخ حنفي العنباري ربنا يمسيه بالخير لو كان عايش، والف رحمه ونور عليه لو كان ربنا افتكره. كان دايما يقول لي اجتهد يا عبده، اجتهد لكل مجتهد النصيب، مش قال لي امشي على كيفك. صباح الخير. صباح الخير. بقول لك ايه يا نبيل، انت ومرت لو قابلت ولاد صاحب العماره قدام الاسانسير او على السلم ما تكلمهمش. حاضر. معاك حق، مفيش داعي تختلطوا بالاشكال دي. ولو لقيتهم قدام الاسانسير ما تكلمهمش، سيبهم هم يطلعوا الاول. يا سلام، يعني ولاد الوزير يستنى وولاد بتاع الخرده هم اللي يطلعوا؟ اسمعوا اللي بقول لكم عليه، يلا على مدارسكم، مش عاوز مشاكل. يلا يلا. ده راجل لسانه طويل، مش عاجبه ان الوزير يبقى عليه حراسه. راجل جاهل. انا عارفه ايه اللي سكننا السكنه دي. ما هو معظم اصحاب العمارات من الاشكال دي هم دول اللي معاهم فلوس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا رفعت. اطلب لسعادتك الاسانسير. لا بلاش الاسانسير، انا عندي مكالمه تليفونيه، وبعدين ما احنا مش عاوزين وجع قلب تاني. حاضر يا فندم. حاضر. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حاج. يا صباح الفل. مبسوط يا حاج، الاسانسير النهارده ما تعطلش. الاصول الحلوه ما تزعلش، ربنا يديم المعروف. تسلم ايدك. الواد ابنك عامل ايه في المدرسه؟ الحمد لله، الواد نبيه ومخه كويس بس طلباته كتير. كل العيال كده. انا بقول اهو اتعلم له شويه وبعدين اخرجه، اتعلم له صنعه يكسب منها.
ليه يا فقري؟ مش بتقولي الواد ماشي عالي؟ ايوه حاج، بس المدرسة مصاريفها كتير، ايش الكتب وكراريس، وايش عايز هدوم، ايش مصروف كل يوم، واخرتها هيبقى ايه؟ لم نفسك انت وبطل بعزقة على مزاجك. بعزقت ايه بس يا حاج؟ دي حتى القهوة بقيت كل حين ومين اما اروح اصلي صار. بطلت تروحها اه، لكن كوباية الشاي ما بتفرقش ايدك زي البزازة في بق العيل. انت بتاخد طلبات من القهوة بكام في اليوم؟ هي بتخش لها في نص جنيه. مش حرام يا سيد؟ الفلوس دي مش اولى بيها اولادك وبيتك؟ ده اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما انا بشتغل يا حاج، بشتغل في هوسه وفرق الدماغ طول النهار، ما بيروقهاش غير كوبايه الشاي. يا سلام، ما انا بشتغل من الصبحيه لحد المغربيه وكل اللي باخده في اليوم كوبايتين شاي، واحده الصبح والتانيه بعد لقمه الغداء. وجاي تقول لي مصاريف الواد كتير وعاوز تطلعه من المدرسه؟ هم كل ما اقول لها الكلمتين دول تتخانق معايا. عندها حق، الواد لازم يكمل تعليمه، واياك اسمع انك طلعته من المدرسه، والبنت فاطمه كمان لازم تكمل تعليمها. ولا يعني عشان ما اهالينا قصروا معانا وطلعونا جهله نطلع ولادنا احنا كمان جهله؟ الله اكبر يا ناس، بناتي بتكبر يا ناس. ايه ده ايه ده؟ في ايه يا اختي اسم الله مال؟ بنات اصحابي في المدرسه شافها على قد في التلفزيون وبيتريقوا عليا. ليه يا اما بيتريقوا عليكي ليه يا اما؟ علشان الحلقات فيها واحده اسمها انفيسه وكانوا بيضحكوا على اسمها. هو ده اللي مزعلك يا اختي؟ انا مش عايزه اسمي يبقى انفيسه. مين اللي سماها الاسم انفيسه ده؟ ابوكي اللي سماها الاسم انفيسه ده. ملقاش غير الاسم ده؟ ده اسم ستك ام ابوك الله يرحمها. واحنا مالنا؟ بس يا بنت بلاش قله ادب، اذا كان الاسم ده مزعلك خلاص بلاش نفيسه. اقول لك يا نفوسه، في اسم اسمه نفوسه؟ يا بنت انتوا حيرتوني، اقول لها ايه؟ نقول لها نوفا. ايه رايك بقى يا نفيسه؟ حلو متهيألي ده. نوفا؟ نوفا ده ايه يا ام نوفا؟ النوفا ايه ده؟ اسم جميل يا ماما. ايوه يا ماما انا اسمي نوفا، واللي هيقول لي نفيسه تاني مش هرد عليه. امال الواد عبد الوهاب ما جاش يتعشى معانا ليه؟ لسه حابس نفسه في اوضته؟ لا بيذاكر عند حسين صح. وده ساكن بعيد؟ ساكن في الشارع اللي ورانا. كل حلو يا بيت. طب وليه ما يذاكرش في بيته بدل ما يروح يذاكر في بيوت الناس؟ ما هو بيقول ابصر ابوه يفهمهم حاجات كده ما هماش فاهمينها. اه مش فاهمينها. اصل يا بابا بيشرح لهم الهندسه، اصله مهندس. طيب ربنا يوفقه. امال البنت نظيره نامت بدري ليه النهارده؟ قطعت نظيره نوم الظالم عباد ده من الهاريه والنكته طول النهار، ده بيجي عليها المغرب تبقى بتلف كده زي الفرخه الدايخه، ده حتى الشندوتشات بتاكلها وهي نايمه. تاني مره ما تنامش الا ما تتعشى معايا، بتوحشني وانتوا كلكم بتوحشوني، طول النهار ببقى في الشغل. يا اخويا يا رب ما يحرمك منهم ابدا. يا رب. السنه الجايه بقى ان شاء الله نقدم لها مع اختها نفيسه. ساعتها هتاخدي بالك منها زي عينيكي، فاهمه يا نفيسه؟ البت دي ادتني قفاها وما ردتش عليا ليه؟ اصلها مقمصه. مقمصه؟ ليه خير؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ اصلك قلت لها يا نفيسه. انت جرى على عقلك حاجه يا فاطمه؟ امال عايزاني اقول لها ايه؟ يا ست نفيسه ولا يا نفيسه هانم؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ الحكايه يا بابا ان نفيسه ما بقاش اسمها نفيسه. يا سلام، ليه؟ صحيت من النوم ما لقيتش اسمها؟ ولو هي راجعه من المدرسه وقع منها. اسمها دلوقتي بقى نوفا. اسمها ايه يا اختي؟ نوفا. اصل البنات في المدرسه بيتريقوا على اسمها. مش عاجبهم اسم نفيسه؟ ده اسم السيده نفيسه رضي الله عنها واسم امي. مش عاجبهم اسم السيده نفيسه وعاجبهم الاسم الملخبط ده؟ العيال جرالهم ايه يا فاطمه؟ يا اخويا ما تخليهم على راحتهم. راحتهم ايه؟ حاجه تعكر الدم. وانت يا ست سنيه لو غيرتي اسمك قولي لي عشان ما اغلطش وتزعلي وتضربي لي بوزك شبرين زي ما اختك وديتني قفاها. لا يا بابا انا اسمي زي ما هو، بس اصحابي في المدرسه بيقولوا لي يا سنسن. سنسن؟ وانت يا ست بهيره اسمك زي ما هو؟ انا اسمي ريري يا بابا. ريري؟ الاسماء الملعبكه دي. خلاص خلاص بقيتوا ولاد زوات. ده انتوا تسدوا النفس يا باي. عجبكم بقى التنكيد ده؟ خلاص يعني الاسامي بتلزق.
ناولين يا بنت القشار بضربه دماغي صدعت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اصله ده؟ هتعمل عقلك بعقل عيال ومكمل اكل؟ الحمد لله كلت وشبعت. هزعل وربنا. قوم يا راجل. انت فاكراني زعلان؟ لا انا مش عقلي صغير للدرجه دي. انا راجل فاهم الدنيا كويس. على فكره الولاد مش غلطانين. احنا وقت ما سميناهم ما كانش يدور في بالنا ان احنا في يوم من الايام هنعيش العيشه اللي احنا عايشينها دلوقتي. بس انا هبيت فيهم عشان ما يتغروش وينسوا اصلهم. لازم يفضلوا فاكرين انهم ولاد عبد الغفور البرعي اللي لحس التراب عشان يوصل لفوق والوزير يبقى ساكن تحت. قطعه سيرته هو وعياله ده جيره منيله. خير؟ حصل منهم حاجه؟ ده فارسين عيالي يا اخي. ده البنت سنيه بتحكي لي، بتقول لي البنت بنته كل ما تشوفهم في السانسير ولا على السلم تبص لها من فوق لتحت. قالت لها ايه يا اختي في حاجه؟ راحت متجهه كتف وماشي. غريبه، مع ان الراجل ابوهم اخر سكاره. لا بجد ده راجل متواضع قوي. عارفه فاطمه اول ما يلمحني يلمحني بس يجي جري يسلم عليا. واحنا شدرانا ما يمكن قصادك بس كده. قال على راي المثل في الوش مرايه وفي القفص اللايم. هيقول فيا ايه يعني؟ الحمد لله راجل ماشي دغري وسمعتي انضف من الصيني بعد غسيله. يلا سيبك منهم. ما هو كل واحد من دول بياخد له يومين. لكن هي دامت لمين؟ صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حمامة. يلا هتخلص الحجر قبل ما اشرب. تشرب يا حاج ده انا شايف. يا عيني تمام التمام. يعني جبت الديب من ديله يا خي. ياد انا كنت برص الحجر ولا اجدعها اهواجي. واحنا نتوصل برضه يا حاج، ربنا يديم المعروف. انت ابن حلال يا حمام. يلا زق عجلك وروح شوف شغلك. مقبوله منك يا حاج. شوف لنا اخبار الدنيا ايه يا فهيم. ياه ده الدنيا مقلوبه يا حاج. ايه اللي قلبها؟ ناس خطفوا طياره ونزلوا بيها عندنا هنا. هنا فين؟ في الوكالة؟ لا لا نزلوا عندنا هنا في مصر. ودي طيارة جنسها ايه؟ أمريكان. معقول؟ معقول؟ في حد يستجري يروح أمريكا ويخطف من عندهم طيارة؟ دي طيارة ركاب يا حاج. يعني فيها بني آدمين؟ أكتر من 300 نفر. يا قوة الله. وكلهم مخطوفين؟ أصلها طيارة كبيرة من نوع اسمه جامبو. جامبو؟ ايه الاسماء الغريبة بتاعت اليومين دول؟ يكونوش بيدلعوا الطيارات هي الاخرى. يبقى البنت نفيسة بنت عندها حق اما بتدلع نفسها بنوفا. القصد ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي خطفوها بيهددوا ان هم هينسفوا الطيارة باللي فيها لو ما نفذوش طلباتها. هم مين اللي ينفذوا؟ الامريكان. طب واحنا مالنا يجيبوا لنا المصيبة لغاية عندنا ليه؟ والناس اللي جوه الطيارة ذنبهم ايه؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا اليومين دول؟ يعني انا اللي يخش مخي ان الواحد يخطف فرخه؟ بالكتير يخطف معزه، لكن يخطف طياره قلت لي اسمها ايه؟ اسمها جامبو يا حاج. بالناس اللي فيها؟ لا كده ابتدي اقلق. مش بعيد الواحد يصحى الصبح يلاقيهم خطفوا الوكاله. هو مين ده يا حاج؟ بس حد هوى بكده وانا افقعه مرزبة في دماغه اجيب اجله. يا جماعه ايه اللي هينزلهم هنا في الوكاله؟ دول مالهمش صالح. امال ايه صالح؟ تلاقي بس ليهم ناس مسجونين في بلادهم وعايزين يخرجوهم. انت مش بتقول ان الطياره امريكاني؟ مال امريكا ومال الناس دول؟ لا بقى حاج دي سياسه وملاعيب واحنا بقى الصراحه مالناش دعوه بيهم. عندك العيب، مالناش دعوه بالسياسه. بس انا صعبان عليا الناس اللي مالهمش ذنب اللي هيروحوا في الاوانطه دول. بكره نشوف ايه اللي هيحصل، ما هو لسه في مفاوضات دايره. ربنا يجيب العواقب سليمه. جود مورنينج. جود مورنينج مستر. سيت داون. ثانك يو. مين قليل الادب اللي عمل الصوت ده؟ قوم يا واد عبد الغفور، تعالى هنا.
يا مستر انا ما اسميش عبد الغفور، انا عبد الوهاب. عبد الغفور ده والدي، وانا حاجه بقى والدي حاجه تانيه خالص. ايه الفلسفه اللي نزلت عليك دي؟ لما انت عايز تعمل لنفسك شخصيه قويه بتقل ادبك وبتنونه وليه؟ ما تنهى احسن زي الحمار. يا مستر مش انا اللي عملت الصوت ده؟ امال مين؟ معرفش. اشمعنى انا اللي حضرتك بتتهمني؟ واشمعنى انا اللي عايز اقول مين اللي نونو؟ تعالى ده حسين. تعالى يا حسين. مين اللي عمل الصوت ده؟ قول له يا حسين، قول له مين اللي عمل الصوت؟ قول له. هو بصراحة اللي عمل الصوت ده يا مستر مش عبد الوهاب. كده؟ طيب، لما اشوف يومكم اللي مش هتفوت ده، اتفضلوا، اتفضلوا. اتفضل يا استاذ حسين. يخرب عقلك، ده انت بقيت مشهور في المدرسه كلها انك بتقلد صوت الحيوانات. اه بس المستر كامل مش قادر يقفشني لغايه دلوقتي. الواد رامي كان عايز يفتن عليك، وانا خوفته منك، قلت له انك بتلعب كاراتيه. ايه؟ طب ما انا بلعب كاراتيه حقيقي. كاراتيه؟ يعني ما قلتليش قبل كده. نسيت. يا حسين يا حبيبي انا بلعب العاب كتير. اه فين يعني؟ فين ايه؟ بتلعب فين؟ بلعب في النادي. يعني هلعب فين؟ انت بتروح نوادي؟ اه طبعا. انتوا مشتركين في نادي ايه؟ احنا مشتركين. ايوه يا ماما عايزين نشترك في النادي. كل البنات زمايلي مشتركين في النوادي. اللي مشترك في نادي الاهلي واللي في الصيد واللي في الجزيره. ايوه يا ماما، حسين صاحبي واهله مشتركين في نادي الجزيره وبيقضوا يوم الجمعه كله هناك. احنا بقى مش اقل منهم. لا ما انتوش اقل من حد، خلاص اما يجي ابوكوا كده ابقوا كلموه. لا قولي له انت، هو بيسمع كلامك مش كفايه ما بنتفسحش يوم الاجازه؟ يا سلام، ليه يا اخوي؟ ما انتوا الاسبوع اللي قبل اللي فات مركباكوا الاتوبيس النهر، والاسبوع اللي فات موديكوا جنينه الحيوانات. يا ماما دي فسحه، البنات كلهم صحابنا بيخرجوا حته عمرنا ما سمعنا عنها، هم واهاليهم ولا شفناها. الحل الوحيد هو النادي. نادي ايه وزفت ايه؟ مين اللي شرع عليهم الشرعه المهببه دي؟ محدش شرع عليهم، هم عيالك كده على بعض شرعوا على بعض. لا لازم سي عبد الوهاب اللي شرع عليهم. تلاته بالله العظيم عبد الوهاب ماله دعوه، بناتك هم اللي طالعين فيه. ما هو عشان بناتي بالذات انا مش موافق على النادي. في ايه النادي؟ هيقضوهم الناشي فيه النادي؟ في شبان يا ست فاطمه. ما اخوهم هيبقى معاه. اخوهم ده ايدك منه والارض، ما تعتمديش عليه في حاجه. يا لهوي، دايما ظلمه كده. انا شفت منه حاجه تنصفه، لسه بيذاكر عند صاحبه. وفيها ايه لما حسين صاحبي يجي يذاكر معايا هنا؟ انت بارد يا اد، فيها ان ليك اخوات بنات وما يصحش تجيب صحابك الولاد هنا. ما حسين لي اخته وانا بروح اذاكر عندهم. هم احرار، احنا ناس بلدي لينا عاداتنا وتقاليدنا، مش الا فرانكا زي عيله صاحبك. ده حتى النادي مش عايزنا نشترك فيه. شوف بقى يا له، انا ملزم بيك انت واخواتك اوكلكوا واشربكوا والبسكوا واعلمكوا لحد ما تتوظف ولحد اخواتك ما يكبروا ويتجوزوا. انما النادي بقى والهباب ده يبقى اعمله بفلوسك انت اللي هتكسبها من عرق جبينك، واخواتك يعملوها بفلوس جوازهم لما يكبروا ويتجوزوا. اكتر من كده مش عايز كلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حاج. اهلا وسهلا. اخبار الطياره النهارده ايه يا فهيم؟ عملنا مفاوضات مع الناس اللي خاطفينها واتفقوا ان هم هينزلوا الستات بس بالطياره. يعني الرجاله دايما هم اللي بيروحوا في الكازوزه. كان في ستات كتير؟ حوالي 70. برضه مش كتير، الرجاله اكتر. تفتكر الحكايه دي هتطول يا فهيم؟ باينها هتطول يا حاج، ما هو اصل امريكا عامله ودن من طين وود من عجين. يعني مش خايفه على الناس اللي محبوسه جوه الطياره دي بقالها جمعه؟ مش خايفه على طيارتها نفسها؟ الا الطياره دي تساوي كام يا فهيم؟ حوالي 50 مليون دولار. بس الارواح اللي فيها ما تعوضهاش كنوز الدنيا يا حاج. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، كملنا احنا ومال البلاوي دي. صباح الخير يا حاج. اهلا اهلا، ازيك يا حاج بدوي؟ اتفضل. واحد فين؟ اهلا يا حاج. ايه الخطوه العزيزه دي؟ اتفضل. انا قلت اجي اشرب القهوه عندك. ده احنا هيحصل لنا البركه لو سمحت يا سيد. يا حاج ابعت حد يجيب قهوه المعلم بدوي. من عناية يا حاج. تعيش. الا سمعت على حكايه الطياره دي يا حاج بدوي؟ يا سيدي ده شغل سياسه مالناش دخل بيه. انا اصلي جاي لك عشان اقول لك عاوزين نقعد كلنا ونرتب مع بعض علشان المزادات جايه. شوف يا معلم،
انتوا على مؤاخذه اقعدوا مع بعض وتفاهموا، واللي تتفقوا عليه انا معاكوا فيه. جراي يا عبدو، ما انت عارف ان احنا لا يمكن نتكلم في حاجه ولا نتفق الا في حضورك، على الاقل بيعملوا لك حساب. معلش يا حاج، اصل انا اليومين دول دماغي مشغوله قوي ومش رايق افكر في حاجه. ليه خير في ايه؟ بفكر في حكايه الطياره دي. ايه مالك يا حاج بدر؟ الراجل عبد الغفور ده باينه اتجنن ولا عقله خاف؟ اروح اكلمه في الشغل والمصلحه بالك يقول لي ايه؟ هذاك ايه؟ قال ايه؟ مشغول بحكايه الطياره. طياره ايه؟ الطياره دي اللي جماعه خطفوها وجم بيها على مصر. اه صحيح، تجاعات كل يوم بتكتر عنها. الله، بس هو من امتى بيهتم بالسياسه ولا حتى بيفهم فيها؟ ما هو عامل بقى ابو العريف. لا يا حاج، هو اصله خلاص شبع، عامل حكايه الطياره دي حجته. لا لا، حجه ايه؟ لا مش حاجة ولا حاجة، ده كان بيتكلم جد الجد كأن يعني حد من أهله جوه الطيارة. غريبة. أكيد ليه مصلحة من ورا حكاية الطيارة دي. مصلحة؟ مصلحة ياسي محفوظ. يكونش هيطلع في الآخر إن هو اللي مسلط الجماعة دول يخطفوا الطيارة؟ لا لا لا، مش قصدي يا حاج. أنا اللي عايز أقوله إن جدع عبد الغفور ده مش سهل، ومحدش يقدر يعرف هو بيفكر فيه. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعة ما جيت من بره وانت عمال تلف حوالين نفسك، حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجة، أنا بس مخي مشغول شوية. مشغول بإيه؟ ما احنا حلوين أهو الحمد لله، في إيه كفالة الشر؟ جرايا فاطمة، الله ما تسيبيني في حالي. بتقول نسفوها؟ أيوه يا حاج. اتحرقت يعني؟ لا دول نسفوا الكابينة بتاعت الطيار بس، وبعد كده سلموا نفسهم. يعني بقيت الطيارة سليم؟ أيوة حاج. وكان عليهم من ده كله إيه؟ اديني الجرنان عايز أشوف شكلها. اتفضل يا حاج. يا دين النبي، طيارة ممكن. أنت قلت لي اسمها إيه يا فهيم؟ اسمها جامبو يا حاج. جامبو على جامبو. اسمها نكتة بس دمه خفيف. انما انت مهتم قوي بموضوع الطياره دي ليه يا حاج؟ السلام عليكم. يا عم ليه تيجي الشقه يا ابني؟ اقعد يا فندم. انا مش عارف ليه حاسس ان الطياره دي هتكون من نصيبي. من نصيبك ازاي يا حاج؟ هتتجوزها؟ الله الله يجازيك. اتجوزها يا فهيم. كان اسمك فهيم فهمني. انا بقول تكون من نصيبي، يعني حاسس انها هتبقى بتاعتي. هتشتريها يعني؟ طب ازاي؟ مفيش حد في مصر عنده طيارات
ولا حتى يقدر يفتح شركه طيران. ومين قال لك ان عايزه طياره؟ حد قال لك عليا اني مغفل؟ لا 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 مؤاخذه حد. لا اله الا الله. شوف يا فهيم، انا عايز الطياره وهي مبلطه كده على الارض. ومين قال لك ان هم هيبيعوها؟ هم لا يهتموا بيها ايه؟ انت مش قايل لي بحضنه لسانك انهم نسفوا الكابينه بتاعت كده على الطياره؟ ايوه بس مش من الجايز يصلحوها. حلو حلو، خلينا في جايز. يعني ايه؟ يعني جايز يصلحوها وجايز ما يصلحوهاش. لو ما صلحوهاش يبقى معناته ايه؟ يبقى ناويين يبيعوها. ايوه بس احنا مالنا ولا الشغلانه دي؟ احنا مالنا بيها؟ وليه ما يبقاش شغلنا يا اخي؟ طب خليني معاك. افرض ان هم عاوزين يبيعوها، تفتكر يبيعوها بكام؟ ساعتها هنشوف ونوزن الامور. مش جايز يطلع لنا فيها حسنه؟ ايوه حاج، بس مش لما نعرف ميتهم. ما تخافش، مش هتفرق. ان شاء الله كله هيبقى بالمعقول. وعلى راي المثل، اعزم وقرط واكل العيش نصيب. بصراحه بقى حاج، انا مش مطمن للموضوع ده. انا هطمنك. شوف يا فهيم، انا عايزك بكره الصبح ان شاء الله تنزل تدعبس لنا على مهندس بيفهم في كار الطيارات. المهندس ده بقى هو اللي هينورنا ويرسينا في موضوع الطيار. ساعتها هنعرف راسنا من رجلينا. ايوه بس انا هجيب منين المهندس ده يا حاج؟ مش شغلي. انت تغطس تقب تجيب لي المهندس اللي بيفهم في الطيارات ده ويجي يقابلني. اسمع بس، الكلام اللي قلناه هنا مش عايز ولا مخلوق يعرفه، ولا حتى سيد اخو فاطمه مراتي. ده ما بيتبلش في وقفوله، مفهوم؟ امرك يا حاج، اعمل ايه؟ امرك.